عندي حاجة قالها الكابتن حازم فتوح وكيل سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك. اولا سيف الجزيري من اللعيبة بنقول عليها اللعيبة ايه المحترمة، من اللعيبة اللي بيقدرها نادي الزمالك طول الوقت، بنديله تقدير عالي عشانه وعشان نادي الزمالك، رغم ان في ماتشات بيبقى مستواه نايم فيها وماتشات يظهر فيها، بس طول الوقت احنا حاطينه من الاسماء المميزة في الدوري المصري لانه بيلعب في نادي بحجم الزمالك. حلو. والانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك ما فيش حد فوقيها، اي حد هيتخيل انه فيها مهما كان اسمه الف سلامه والقلب داعي لك يا حبيبي، الف سلامه والقلب داعي لك يا حبيبي، لان انت لما رحت الزمالك كان الكابتن سيف الجزيري احد اللاعبه العاديه، مش هقول مجهوله، عادي لعب في المقاولين باين ولعب في طنطا اعتقد، مش كده يا شباب؟ لعب في يعني في انديه يعني متوسطه وما ظهرش وبزغ نجمه ودخل منتخب تونس وبرع بهذا الشكل غير لما لعب فين؟ في الزمالك. طيب انت يا شباب انا بتقول ده ليه؟ اتفاجئت بتصريح للوكيل بتاعه، بقول لك ايه؟ سيف الجزيري لا يعرف سبب استبعاده من قائمه الزمالك، ورغم ذلك تقبل القرار بصدر رحب والمدرب لم يتحدث معه. وعرفنا بقرار الاستبعاد من احد الصحفيين قبل المباراه بيومين وهو ما نتحفظ عليه. تحفظ ايه يا كابتن حازم فتوح؟ انت وكيل اللاعب، لكن انت مش ماسك على الزمالك زله انك وكيل اللاعب. جوميز، انا اقول لك بقى جوميز استبعد سيف ليه؟ عشان بيتدلع في التمرين، وبدل المره خمس وبدل التحذير خمس، عايز تركبه على الزمالك ويدلدل رجليه انت حر، ده في خيالك انت، لكن يظل المدير الفني هو صاحب الكلمه الاولى والاخيره، واللاعب اللي ما يستجبش مع الف سلام. هو انت في اهلي وزمالك اللاعب اللي يفتكر نفسه هو ويطلع يعترض على استبعاده من ماتش؟ يا راجل ده كولر بيرسي تاو ما بيلعبش بقاله سنه عشان قلب وشه، بس قلب عينيه كده قلبه، يعني لو اديتك نماذج مع كولر وكهربا ده رحله، رحله من الامارات وهو في كاس السوبر، ولا بص للهاري ولا بص للاعلام هيقول ايه ولا بص للبروباجندا، رحله، محدش نطق في الإدارة ولا في حتة، والنماذج كثيرة. فين رضا سليم؟ فين كريم الدبيس؟ في لعيبة كتير لو قعدنا نتكلم عنها في الأهلي كتير جدا. فين اسمه أحمد عبد القادر اللي مشي؟ مواقف كثيرة جدا، لكن النادي يسند المدرب. جوميز لعيب بتدلع في التمرين وفرض عين عليه اتدلع والعب عشان أنا سيف الجزيري اللي جبت الجون سنة كام؟ لا يا حبيبي، لا يا حبيبي. له تصريحات يقول لك والزمالك كان واعد بالتجديد سنتين بالاضافه للموسم الحالي واحنا في الانتظار. انتظار ايه؟ لازم يثبت انه جدير بالتجديد. الزمالك وعد على انه لعيب بيشتغل ويدوب ويموت نفسه في التمرين عشان الفانيلا. يا راجل ده ركب عليه ناصر منسي بعد ما كنا نسينا ناصر منسي. يا ده راجل بقى يدي ناصر منسي وعمر فرج وما يديش لسيف الدين الجزيري. فهنا لازم الجمهور والناس تنحاز للمدير الفني. مهما كان اسم اللاعب. ده كلام ما فيهوش هزار. نهائي. ما فيهوش هزار. حبيت اعلق على دي عشان استفزني تصريح الوكيل، يعني بيهدد يعني انتوا ناسيين ان في تجديد السنه دي وفي بتاع، والراجل استبعده احنا ما نعرفش ومتحفظين ليه يا عم؟ متحفظ ايه؟ ده اول حقوق المدرب انه يستبعد اللعيب، مش لانه بتدلع ايه؟ اتدلع واجري يا رمان وتعالى على حجري يا رمان، وانا حجري حنين يا رمان، لا يا رمان لو اتدلعت اتفضل مع الف سلامه. طيب